حفظ نصف راحتي نفسي يا متين لا يسلوى ومن اجل غفران جميع خطايا الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الجلال. الله يرحمه ويطول عمركم. اليوم باسمي وباسم افراد الرعية نقدم التعازي للاخت ماري. الله يرحمها وتكون السيدة سلوى الله يرحمها والدتها توفت من شهر. للأسف ما كان الظروف ما سمحت لها تشوفها بما توفى. حبيت تذكر اليوم وتصلي لها لأنه بالفعل مثل ما بتحكي لي أنه كانت مجاهدة بين الحياة، ترملت بعمر 24 سنة وربت أولاد وفقدت ولد بعمر 40 سنة كان عمره. تعذبت كثير بحياتها، ناضلت، جاهدت، وهلا ناري شيء رحمة وشيء حسن للرب يسوع المسيح. احنا مثل ما سمعنا هلا نحن ننتقل من الموت الى الحياة. نحن هاي الارض هي ارض فانية، كلياتنا نهايتنا هي الموت، ولكن حياتنا بالرب يسوع المسيح. نتمنى اليوم بانه اختنا سلوى تكون باحضان ابراهيم وتكون روحها عم تتنور عم تستنى القيامة المباركة للرب يسوع المسيح. إلا تعالي إلي يا مباركي أبي وستملكينا الملكوت للأبد أمين. الله يرحمها ويطول عمركم والله يرحم جميع أمواتكم ويخليكم.